طبعا يا نور ياسين، ببارك لك طبعا يا كابتن نور. في البدايه الف مبروك، بطوله مهمه، حابه تقولي ايه لكل الجمهور والاعضاء مجلس الاداره؟ حابه طبعا انا اقول شكرا لكل الجمهور طبعا، ان هو بعد فضل ربنا ساعدنا جدا ان احنا نكسب. الحمد لله ان احنا بمساعدة طبعا رئيس النادي قدرنا ان احنا كروح ان احنا نعلى جدا ونكسب الحمد لله على طبعا النهائي بتاعنا. تحبي تقولي ايه للجمهور الكبير اللي ساند من اول دقيقه لاخر دقيقه؟ شكرا جدا، واحنا اصلا يعني من غيركم ما كناش عملناها، ونتمنى جدا ان هم يجوا لنا في كل ماتش. طبعا معانا